يعني بالسيارة سحبت له اياها. هسه بطل يوقف السيارة لانه في عندي هاي تبع اللي بشحط من ورا الفاريجر ده هذا، وعلم عنده بال قدام من ورا بالباكوش. شو بحكي الباكوش هاي؟ مش دعمه من ورا ليش تعمل هيك؟ وين سكن على ليش سكن؟ طب هو وين ساكن؟ ساكن لفوق. طب ليش سكن على بيت؟ هيك بيجي بوقف السيارة بين كل الشارع. انا بروح من الشغل منا ولا من هون؟ منهم منهم. منهم بروح من الشغل انا مش شايف بعيني. برا الشارع جنب على نص الشارع. قلت شو هذا؟ حطيت شغلت لها 4x4 وسحبته لفوق. والله لا حاله فوق. هلا انا وين صفيت؟ يعني من يوميتها مو بطل يصف هون. لا بس عيني ايه ولا بلاش ليش واقف هون؟ مغامرات. بس شو صرنا نساوي؟ بنحط سياره برا والسياره بتكون جوا. صح اللي بدي اذا كان حدا بدك تطلع بالسياره برا بنطلع اللي جوا بنطلع هناك. بتضلها هناك وين تجيب واقف تجيب حتى لحقكم على المواقف. والله من الحاره صرنا هيك حتى جيران. وانت وهن يتحركوا بتصور طلع صوروات. صح شفتي رنا هاي هبه هاي هيا هاي رنا بتعرفي هذا احنا هاي